حياكم الله مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من برنامج ناس وناس تأتيكم عبر شاشة السومرية وإذاعة سومر اف ام. حلقتنا لهذا اليوم من شارع المتنبي بين رواد هذا الشارع، المثقفين والأدباء والكتاب والشعراء والكثير من شرائح الشعب العراقي تأتي لهذا الشارع خصوصا بيوم الجمعة. نرتي نجيب هذا اليوم لنقل مشاكل المواطنين مناشداتهم إلى الجهات الحكومية. اليوم مشاكل المواطنين أصبحت كبيرة، وإذا نقول كبيرة جدا فهذا التعبير أصح، تلخص بموضوع تعديل سلم الرواتب اللي أصبح شغل الشاغل بالفترة الأخيرة. كثير من موظفي بالمؤسسات الحكومية رواتبهم 400 و450 دينار ما تكفي لسد الاحتياجات اليومية على مدار شهر كامل. هاي واحدة من المشاكل. مشكلة المتقاعدين أيضا نفس الراتب، متقاعد قضى من عمره 38-35 سنة بخدمة مؤسسة حكومية، نهاية المطاف يستلم راتب 450 ألف و500 ألف، بعد الاستقطاعات تصير أقل من هذا الرقم. مشكلة أخرى، مشكلة العاطلين عن العمل. شبابنا للأسف يحزننا جدا من نشوف شبابنا أنه اللي يشتغلون بالعمالة واللي يشتغلون مهن شاقة، والكثير منهم خريجين وأصحاب شهادات، نشوفها يطلع يتظاهر ويفترش الأرصفة أمام هيئة أو وزارة أو دائرة من أجل الاستحصال على درجة وظيفية، لكن للأسف مناشداتهم وصوتهم العالي ما جاب نتيجة لهذه اللحظة. فنتمنى من الجهات الحكومية انتشاء شبابنا من هذا الواقع. البطالة اليوم أصبح الشبح يعاني من عنده الشاب العراقي. ماكو درجات وظيفية يحتاج لها سلسلة إجراءات، يحتاج لها تخصيص أموال، يحتاج لها هواي أمور. التفاته إلى القطاع الخاص، التفاته إلى القطاع الخاص ودعم القطاع الخاص حتى الشاب العراقي من مديقة تعيين بالمؤسسات الحكومية يجي للقطاع الخاص للمعامل. هذه بالنسبة لي مشكلة العاطلين. أما مشكلة أخرى اللي هي مشكلة الخدمات، نعم نذكر شيء بشيء يذكر، اكو جهد خدمي في بغداد رصدناه خلال الايام الماضيه والفتره الماضيه، لكن هذا الجهد الخدمي يحتاج للمزيد من العمل، يحتاج للمزيد من العمل الحقيقي وليس ترقيعي. نرجع ونذكر دا يكون العمل الخدمي ادامه الطرق، الارصفه، انابيب الصرف الصحي، اعمده الاناره، دا تكون فقط بالطرق الرئيسيه. اما الاحياء، الازقه، الشوارع الفرعيه حالها يرثلة بالكثير من مناطق البغداد. فمواطن يتمنى يكون الجهد الخدمي حقيقي يصل إلى الأحياء والأزقة. هذه مشكلة من المشاكل كبيرة اللي تثقل كاهل المواطن. نذكر بموضوع آخر ومشكلة أخرى، مشاكل كثيرة عندنا بالعراق، لكن هذين اللي أصبحن حديث الشارع العراقي. مشكلة الكهرباء، ارتفاع درجات الحرارة فصل الصيف، نعم دا نشوف اكو توجيه بتحسين أو تطوير التيار الكهربائي وزيادة ساعات التجهيز للمواطن، لكن نشوف العكس. بعض المناطق دا يصل بها انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 10 ساعات باليوم الواحد. بعض المناطق الأخرى لا، يقولون لا زين عندنا التيار الكهربائي ساعتين بساعتين، ثلاث ساعات بساعتين، فيقول لك هاي أحسن من ماكو. المشكلة الأكبر اللي دا تصير اللي هي الاستغلال من قبل أصحاب المولدات الأهلية. نرجع ونقول البعض منهم وليس الكل لحد هذه اللحظة ما ملتزمين بالتسعيرة الحكومية اللي هي 8000 دينار 10000 دينار، وده ينباع الأمبير ب 15000 دينار و18، ولربما يصل في بعض الأحيان ل 20000 دينار للأمبير الواحد. المواطن الفقير اللي راتبه 450000 هو ساحب له 4 أمبيرات ولا 5 أمبيرات، الراتب يأخذه منه شيء ينطي له بالمولدة منه ينتهي موضوع الراتب. فهذه مشاكل يحتاج لها حلول حقيقية وليست ترقيعية. اخوان يا مسؤولين، هذه الامور يحتاج لها حلول حقيقية وليست ترقيعية. للمرة الثانية اكررها، هذه من انت تحل هذه المشاكل. هذه اولا هي مو مشاكل، انما هي حقوق يبحث عنها المواطن، نقدر نقول مسلوبة من المواطن. هذه حقوقه، حقوق المواطن على الدولة وعلى المسؤول، لا يجب أن يوفرها المسؤول للمواطن. إذا انحلت هذه المشاكل شنو اللي راح يصير؟ راح ترجع الثقة ما بين المواطن
والمسؤول، وهذا اللي يتفق به الجميع. اليوم أصبحت الثقة بين المواطن والمسؤول نوعا ما مزعزعة قليلة، الفجوة بدأت تكبر، يحتاج شغل حقيقي، شغل جدي حتى ترجع هذه الثقة بين الطرفين. وما علينا احنا كإعلام كبرنامج ناس وناس اللي على شاشتكم شاشة السومرية وإذاعتكم المحبوبة سومر اف ام، ما علينا انه نوصل هذه المشاكل، وما على المسؤول الا الاستجابة والاستماع وتحقيق نجاح هذه الاستجابات، يكون شغل حقيقي حتى المواطن يقول اي والله حكومتنا بدها تشتغل. بين هنا وناسنا الطيبين بشارع المتنبي ونسمع مشاكلهم. الله يسعدك. الله يسلمك. شلونك يعني احنا انت طرحتها من بدايه البرنامج، طرحت المشاكل يعني مشاكل كثيره. هذه مشاكلنا. انا اتمنى من السيد رئيس الوزراء ان شاء الله اذا هو سمعني انه ينزل للشارع، انه يتوجه للشارع، يعوف الكتل السياسيه. نعم. يتوجه للشارع، الشارع هو الدعم الرئيسي له. عبد الكريم قاسم الله يرحمه برحمته الواسعه، من اتجه للشارع نجح، حتى من القتل الناس ليست تترحم عليه. ليش؟ اكو انجاز بالشارع، اكو عمل، فالناس تترحم عليه. السيد رئيس الوزراء اطلب منك انه تنزل للشارع، تشوف هموم الشارع بنفسك، مشاكل هوايه، المواطن يعني المواطن يعاني مشاكل كبيره، همومه هوايه، يعني يريد ينام خلينا نقول على المخده، يظل يفكر بهم همين، من الصحه، من التعليم، يعني كلها مشاكل. مثلا هسه عندك مستشفى الفرات، مستشفى الفرات يعني تنقصه هوايه خدمات، مثلا وهي تخدم 4-5 مناطق ببغداد، صح بها اخصائيين لكن ما عندهم يعني بالذات الطوارئ، طوارئ مالتهم ما بيها سونار. زين ما بيها سونار ما بيها، اكثر مره مستشفى الفرات ما بيها مسائي، ما بيها سونار، ما بيها مسدود. مفراغ. اخر مره رحت العب قبل شهرين هيك، شهر اي اخر شيء شهر ونص هيك يعني. ومستشفى مهمه، ها يعني العامريه تخدم الفرات، تخدم حي الجهاد، واي مناطق، مفراز جهاز مهم، احسن ما يعني هاي المناطق القريبه على المستشفى يروح لليرموك اللي عليه زخم كبير، اللي عليه مدينه الطب موجود مفراز، خليه مفراز جهاز مفراز مستشفى الفرات يخدم المواطن، احسن ما يروح يتهجول، يروح يتراكض للمدينه الطيب ويتراكض، يروح حدد موعد بال يعني باليرموك، لو يسال السره لو ما يصل، اذا مو على الخاص يدفع 50,000، هاي هم تكاليف على المواطن. هو كل الناس تقريبا العراق نص مريض، تدري حضرتك قلب وضغط وسكر وكله، وهاي الامراض ما شاء الله مال كل الداس معها، اللي يعني ان شاء الله يا رب نلقى له حلول ان شاء الله، تكون الحلول حقيقية. بالنسبه لحي الجهاد، انا قبل اسبوعين جيت لحضرتك، لا زال الشارع الخدمي اللي بالسوق مكسر ومقشط ومتدمر، حي الجهاد بسببه كلش متدمره، سيارات متدمره، ده يصير ازدحام كلش كبير من وراء الطسات الموجوده والكشط الموجود. طيب. نتمنى يعني من البلديه ومن الطرق والجسور تتابع الموضوع بشكل جدي، هذا يظلون يقشطون ويعوفون. هذا الامر متروك لاجهزه ذات العلاقه لربما دائره الطرق والجسور، وكذلك امانه بغداد الاهتمام بشوارع الرئيسية اللي داخل العاصمة بغداد. مو موضوع انه انت اليوم سويت جهد خدمي قشطت للشارع ويبقى المواطن شهرين ولا ثلاثة ينتظر رحمة شوكة تيجي التبليط، المواطن ما يتحمل هذا الامر، كافي عليه المشاكل، اضيفون عليه مشاكل اضافية. شكرا جزيلا لك، حياك الله. الله يسعدك يا الله يسعدك. السلام عليكم على قناة السومرية. اهلا وسهلا. هلا وسهلا. تحية خاصة الاستاذ علي الاعلامي البطل. الله يبارك فيك. مناشد رئيس الوزراء ووزيرة الاتصالات هيام الياسري. اكو موظفين بوزارة الاتصالات 95 موظف. 95 موظف. ايه. خدمتهم 19 سنة إلى 20 سنة. طردوهم من الوزارة. وبدون راتب وبدون تقاعد وبدون كل شيء. شنو سبب الطرد؟ السبب الطرد خدمتهم 19 سنة و20 سنة لكبار السن، يعني مواليدهم 56 و57 و58 و60. طردوهم بدون راتب، يعني هي وزيرة اتصالات وهيام الياسري علوية لازم تخاف الله، ما قالوا ذول من ياكلون من يشربون، هاي اثنين. وقبل سنتين ايام الفيروس الكورونا اللعينة هم طردوهم لمدة سنة، اخذوا رواتبهم بالمليارات وهم رجعوهم، يعني وين الدولة وين الوزارة؟ زين اكو وزارة
ما طلعهم، وزارة النقل ما طلعهم، وزارة الزراعة ما طلعهم، بس وزارة الاتصالات. شنو الناشد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، هو الرجال ده يشتغل وبطل هو، خلي يفتح تحقيق ليش بطلتوهم وليش عينتوا فضائيين هسه. زين اثنين ثلاثة، اكو 50,000 معمل بالعراق حكومة واهلي، يعني احنا هذول المعامل لو يطلعون ينتجون عندنا هواية، معمل اطارات، بطاريات، معامل اهلية، نسيج، هذول 50,000 عامل، هذا اللي دائما نحكي به، 50,000 معمل، يعني راح يشغل اقل شيء في 3 ملايين عامل. كل احنا كان عندنا معمل مشغلين 300 عامل، معمل بلاستيك 300 عامل، 3 وجبات، كل وجبة 100 عامل، يعني يشغل 3 ملايين عامل، حتى ليس اللوت على الدوائر الحكومية، وإضافة لهم حقوق الضمان حتى يطلعون ياخذون تقاعد. زين قانون الضمان ان شاء الله، يعني نشكر والناشد وزير الداخليه، الناشد وزير الداخليه على مدينه الرياضيه مال ملعب نادي الشرطه الرياضي، ان يهتم بها ويدعم هذا الفريق البطل، هو سماخ الدوري، ان يسوي لهم المدينه الرياضيه، وهم عندهم عده بطولات، السله وطائره وقدم، انواع البطولات عندهم. اشكرك استاذ، شكرا لك، بارك لك، شكرا لك، الله يسعدك. أهلا وسهلا، هلا بك حاج، شلونك؟ يلا بارك الله فيك، تفضل يمين هنا. شلونك؟ تحياتي لك والقناة المؤخرة. نعم، مناشدة للسيد وزير التجارة. نعم، بالنسبة للنقل، نقل المواد الغذائية يصير على حساب الوكيل. الوكيل ده يعاني من المبلغ اللي يدفعوه. يعني تصور أنت كرتونة الزيت إذا نزلوها ب 500. 500؟ اي، كرتونة المعجون اذا ينزلوها ب 500، كيس الطحين، كيس الشكر ب 1000 دينار، كيس التمن ب 1000 دينار، كيس الحمص، يعني جميع المواد، مبلغ باهظ للوكيل. ناشد وزير التجارة بين النقل يصير بحاله حال الطحين، ان شاء الله الطحين على حساب الدولة تنقله. نعم، اما نقل المواد الغذائية يكلف على الوكيل هواية، فلذلك يعني مقترح للسيد وزير التجارة بأن النقل يصير على حساب وزارة التجارة، حتى شنو المواطن ما يعاني والوكيل ما يعاني من دفع المبلغ. زين إن شاء الله هذا النداء يصل إلى معالي وزير التجارة ويتحرك باتجاه هذا الموضوع. أشكرك. الله يبارك فيك. نشوف مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا أختي، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اريد انوه على فد مشكله يعانون منها الطلاب. نعم، دائما انه كتب ماكو بالمدارس، فنناشد وزير التربيه هاي السنه شويه ينطي اهميه خطيه الطلاب، ما عندهم كتب، اريد كتب يوفروا لهم، قرطاسيه الحلوات، اي البنات، تعالي بابا، تعالي تعالي، يا هلا يا هلا، هاي صف خامس، يا صف خامس ابتدائي حبيبي، شلونك؟ زينه. شلون المدرسه؟ شلون الصف؟ ماكو كتب، يعني كله استنساخ، كله استنساخ، كله. أي مدرسة هذه؟ شو اسمها المدرسة؟ بالجواهري بعقوبة، بدياله، بدياله، احنا من دياله. يا اهلا وسهلا بكم، كلها احنا بدياله. شو اسمها المدرسة؟ مدرسة الجواهري المتميزين. اي، وغيرها مدرسة الزهراء الابتدائية. هو كل المدارس يعني مدى يوزعون كتب، يعني مو الا مدرسة واحدة. يعني زين، شلون خلصتي العام الدراسي اذا ماكو كتب بالمدرسه؟ اشتريتيهن على حسابك ولا استنسختيهن؟ لو شلون استنسختهن واشتريت شويه همن، يعني كلش رايه، يعني احنا يعني الوضع تعرف شلونه، يعني رواتبنا ما تكفي، يعني احنا مثلا اني مثلي كموظفه مدرسه. نعم، ومثلا اذا ساكنه ايجار، مثلا نص راتبي ايجار، ايش راح يبقى للمعيشه؟ يعني اريد بس بهالجانب المدرسي دارونا شويه. هسه هاي بالنسبه للكتب، عرفناها ماكو لا كتب بالمدرسة الجواهر اللي بدياله، المتميزين ولا المتميزات؟ متميزات. أيوة، نعم العفو. كل على استنساخ على الطلاب، على الطالب، على هالي. هسه هذه عرفناها ماكو لا كتب ولا قرطاسية ولا دفاتر، صح؟ هم أصلا المدرسة لازم يوزعون كل شيء، كل شيء خاص بالمدرسة، حتى الجناط لازم. طبعًا. يعني مثلنا احنا اصحاب رواتب، يعني تقول مسيطرين، بس الباقين اللي ما عندهم شلون يعيشون؟ شلون يخلون اولادهم بالمدارس؟ صعبة. طيب، هذه واحدة من المشاكل، اكو مشاكل ثانية يمكن موجودة بالمدارس الحكومية، الابنية مالته شلونها؟ بيها بنكة، بيها رحلة؟ حاليا دا يمتحنون امتحان اخير السنة المتوسطة، نص الصفوف ما بيها كهرباء نهائي، يعني بنكات ماكو ولا مبردة. زين، وتطفى الكهرباء نص الامتحان، فهذا الطالب يضطر يجاوب شلون ما كان ويطلع. فهي عوامل تؤدي الى رسوب الطالب، همينه لا كهرباء، حتى مي احنا المدرسين جمعنا لهم واشترينا لهم مي. هاي بدياله خامة الحمامات ما ينحكي عليها. الحمامات ما ينحكي عليها، مو نظيفة، يعني مو صحية، فريد اهتمام شوية على مود الطلبة. هذه رسالة الى
أولا دالة رئيس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني وكذلك وزير التربية. من يوصل الحال بالمدارس الحكومية ماكو بها كتب، ماكو بها قرطاسية، ما بها دفاتر، ما بها كهرباء، أبنية متهالكة، ايش تنتظر من الطالب؟ السؤال اللي يطرحه المواطن، أنت جاي تعاقبه للطالب لو جاي تعلمه؟ إذا نحكيها بالواقع فهذا لربما يعتبر عقاب، هذا مو تعليم، هذا مو تعليم أخوان. إحنا من نسمح هذه المشكلة ونعقب عليها ليش؟ لأن أنا عندي أولاد، أخوي عنده أولاد، أهلنا كلها عندها أولاد بالمدارس. الموضوع اليوم يشغل الأهالي ويشغلنا إحنا أيضا، يعنينا إحنا أيضا. فالرسالة اللي يطرحها المواطن هذه أكيد إحنا تمسنا، إحنا مو روبرت رواق قدام الكاميرا، إحنا بشر ومعاناتهم معاناتنا ومشاكلهم مشاكلنا. من يوصل الحال ماكو كتب بالمدرسة ويضطر الطالب والطالبة يروح يشتري من برا، زين هو السؤال اللي يطرح نفسه، ليش الكتب موجودة برا بالمكاتب؟ من تجيب هاي المكاتب؟ الدفاتر من متى تتوزع داخل المدرسة؟ ليش موجودة بالمكتبة؟ زين المدارس الأهلية ليش بيها كهرباء منتظمة والمدارس الحكومية ما بيها كهرباء منتظمة؟ ليش المدارس الأهلية بناياتها نظيفة ومرتبة وجيدة للطالب؟ ليش المدارس الحكومية دا يعاني من عندها الطالب؟ بعض المدارس الحكومية، والدليل مدرسة ذكرتها الأخت وذكرتها الطالبة بها هذه المشاكل. طيب هل يا ترى أنت دا تجبر الطالب؟ هذه تساؤلات وما على المعنيين إلا الإجابة. إحنا نوصل هذه التساؤلات والمشاكل بدورنا إحنا كإعلام، نعتمد بمصدر، مصدرنا موجود، مصدرنا موجود. هذه المشكلة، ليش دا يكون الاهتمام بالمدارس الأهلية ومتروك كالمدارس الحكومية؟ هذا سؤال إلى الجهات ذات العلاقة. العراق معتمد على شريحة الطلاب، شلون يتطور العراق؟ أول شيء شريحة الطلاب هم لازم يهتمون بهم، لأن هو شلون يتطور البلد؟ شلون تطورت باقي الأمم؟ اهتموا بقطاع العلمي، العلم، اهتموا بالمدارس، البنى الأساسية، وأهم شيء المدارس الابتدائية. الله يبارك بيك أختي، الله يبارك بيك ست، والله يبارك بيك يا حلوة يا حبيبي. شكرا. إن شاء الله بالتوفيق إليك إن شاء الله. شكرا توصل صوتنا سومر وبرنامج ناس وناس، برنامجكم سومر أوف أم. شكرا لأن أنتم توصلون صوت الشعب للجهات العليا. شكرا. نعم تعال. مدارس هي تشجيع من المدارس الحكومية، من الطلاب ما ينطي مادة حتى يجبرك يجيب يريد تجي مدرسة أهلية، مثل المستشفيات مو كلها أهلية، الطبيب ما يعطيك العلاج حتى يدزك على المستشفى. احنا بلدنا هي صار مدارس أهلية، مستشفيات أهلية، محطات وقود أهلية، معناه حكومة ماكو. طيب شكرا جزيلا. عم أبو هدير، أهلا. بما شفت أنه بداية حلقتنا احنا اليوم على الموضوع التعليم، فأكيد أنه عندك رواية قصة ترويناها على موضوع التعليم. شاكر محمود الخفاجي. أكرر، شاكر محمود الخفاجي. هذا مدرس كيمياء عراقي، أعتقد بال77 انتقل إلى رحمة رب العالمين، الله يرحمه. راح أحكيلكم عنه. بال78 كنت أنا مدقق حسابات دائرة التقاعد، دخل علي المدير وبيده يصحب بنية، يعني بذاك الوقت يطلع عمرها بال24 سنة، قال لي محمد هاي موظفة جديدة علمها شغل، قعدها يمك. قعدت يمي، هاي البنية كانت لابسة ثوب أسود، سألتها شو اسمك؟ قالت اسمي جنان. قلت ايش كملت دراسة؟ قالت كلية. يا ليش لابسة أسود؟ قالت أبويا توفى. إلى رحمة الله. نعم. قلت لها منو أبوك؟ قالت أبويا شاكر محمود الخفاجي. أبويا مدرس كيمياء توفى وأنا لابسة أسود على أبويا. قالت بوزارة التربية كلها تعرف أبويا. قلت لها ليش؟ قالت أبويا كان يضع الأسئلة مال البكالوريا للسادس.
قلت له جنان ايدك بديهين، اذا ابوك يضع الاسئله فانت الاسئله مال الوزاره كلها يمك كلها يمك. قالت الاسئله خط احمر، بحياتي ما اذكر ابويا ساعدني بسؤال. ليش تشوفون النزاهه؟ كم سنه سرقت الاسئله يا وزير التربيه؟ هذا البته ما يطل اسئله البته. هسه شفتوا الاستاذه اللي تكلمت قبلي، الكتب تباع في سوق السراي تسعة وبعشرة وبثمانية وبسبعة وبخمسة. اسألت نفسك او كلفت نفسك يا وزير يا مدير يا مسؤول تنزل تشوف الكتب ليش تباع؟ يصير ابيع انا جنسيتي برا؟ وكتاب كلمتي انزيزي ينباع بعشرة آلاف، مسرحيات شكسبير ما انباعت بعشرة آلاف. اللي انت وزارتك ما تصلون الى شعرة شكسبير. التعليم العراقي الان ما يصل الى اصبع من اصابع المتنبي. انتوا وزارة الجهل. ليش هاي التعمية؟ ليش هذا الجهل يا مدراء يا وزراء؟ ما تستحون اسئلة تنباق؟ ما تخجلون؟ هذا ايش قد هذا مو بايع الاسئله، هذا بايع ضميره. ضمائركم تباع هنا في سوق السراي. متى تستيقظ ضمائركم يا ساسه؟ الى متى يعاني الفقير بالعراق؟ هذا البلد اللي كله نفط، بلد دجله والفرات. مصري بالثمانينات كتب رساله الأهل بمصر يقولون في العراق لا يوجد نهران دجلة والفرات، يوجد ذهب، الذهب يسيل في دجلة وفي الفرات وليس الماء. الذهب في العراق وأنتم سراق الذهب أيها السياسيون أيها اللصوص أيها السراق. كافي تبنون مولات والمدرسة بها الطفل العراقي جايع، كافي كافي المرأة تمد يدها للزبالة وتبني لي مول. حدائق بغداد حولتوها إلى مولات. بعد ما عندي تعبير أكثر من ذلك. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا 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 شكرا. حياك الله. اليوم حديثنا حول خور عبد الله. خور عبد الله نعم. واتفاقية سنة 2013 المجحفة اللي ضيعت حق العراق في خور عبد الله وأعطت خط التالوت إلى جانب الكويت في الجانب الكويتي، يعني أعطت العمق في الجانب الكويتي وخط التالوت في المياه الضحلة العراقية. اليوم عندنا نائب في البرلمان العراقي سعود السعدون الساعدي قدم طعن بهذه الاتفاقية إلى المحكمة الاتحادية العراقية، والإعلام الكويتي اليوم شان هجمة قوية وشرسة ضد هذا النائب لأنه أعاد فتح أوراق هذه الاتفاقية المجحفة. هذه اتفاقية مجحفة حدثت في زمن البرلمان الفاسد واللجان الفاسدة، وأريد أقول أيضا وزير النقل الفاسد ووزارة الخارجية الفاسدة. خلينا نتحدث بصراحة، وإلا لماذا تم بيع حصة العراق الصحيحة في خور عبد الله البصري التميمي؟ خور عبد الله مو عبد الله الصباح، عبد الله البصري التميمي اللي كان هو قبل أن تكون الكويت ب 250 سنة كان ناخذه بحار، وكان هو اللي يشتري السمك من كل البحارين ويدخله للبصرة وغيره ويبيعه. هذا اسمى باسم الخور بال 2013 سياسي الصدفة والفاشلين واللجان اللي هي ما مختصة قطت الخور إلى الكويت. عمق المياه، المياه العميقة قطتها الجانب الكويت وحطت خط التالوت في الجانب العراقي، على الرغم من أنه القرارات الأممية قالت بترسيم الحدود البرية وليست المائية بين العراق والكويت. ذهبوا ورسموا الحدود المائية. فاليوم عندنا نائب شريف قدم طعن في هذه الاتفاقية
ونحن ندعو المحكمة الاتحادية العراقية اللي إن شاء الله تتمثل بالنزاهة والصدق أن تنظر إلى حيثيات هذا الموضوع وأن تتخذ القرارات. شكراً صحيح. شكراً لك. حيات. الله يساعدك. الله يساعدهم. مرحبا حجي. شلونك؟ الصحة والعافية. الله يبارك فيك. شلونك؟ شكراً على قناة السومرية. هذا يا حبيبي يا حجي الدور على السومرية بمجال. خلي كلمة حجي استاذ. تعال يا حبيبي تعال. الله يساعدك الله يجويك. هلا هلا. تعال شوي تقرب علي بعد هنا. إيه. عمي أنا ربيت لي خلف هاش كبر هاش قتها. وكلها بالخارج. وما يعرفونه بالشمس لو بالهواء. شوي خلينا نفترج على الكاميرا. نعم. واحده منهم استهترت وطلقت رجلها واخذتها لو ما هو فروخي صار وبخير من وراء. زين. والله العظيم والله انا سوى علي فضل وطلقته خلفت ولد واثنين بنات. قلت لها عماتك كلهن ضلن بليل رجال شاش مالك انت؟ النوبة ما يعرفونه بالشمس لو بالهواء. شوف العلاج هاجي بمتوسه العلاقه متوسه. زين خلينا نفهم شنو يعني اولادك وين؟ بالاستراليه. زين بناتك وين؟ وحده بسويسرا هاي اللي اخذت لها غير رجل. زين وخذ واحد نصاب 56 معدل. ماخذ بنتك واحد نصاب؟ لا هذا الثاني اللي اخذته وطلقت ذاك. زين طلقته ولا غم كلبت بي هسه يطيع حظها. قلت يا ولد بط انت لو رجل عمتك رجل عمتها عم واحد ملعب حجي هاي مشاكل عائليه. اي بدور وحلك ما انا ادور عليك. ادور علي يعني؟ اي والله والله العظيم عمي. نعم حجي. البطاله نعم وهالبوق وهالنهب وهالسلب وهالكتل ايش قد صار بالعراق؟ نعم هواي. ليش؟ يسالوني ليش؟ ليش؟ لان من الفقر لو الناس شبعانة كان ما تسوي هاي الشكل. هسا أنا باللقاء واحد ودي وقرصني هي يجيبوك فلوسي أنا ايش عندي؟ قلت له العلاج بجيبي كل شيء بعد. يا حبيبي عجب. لا العفو. قلوا عمي خلي ودونا كم فلس وكم ليش. هسا أنا صارت بيا حالة نفسية أشوف واحد شايل له طفل أضوج من عنده. ليش أقول هم ربيت هذول هم يربي وهم يصير مثله. شكرا لك حجي. شكرا لك الله يبارك فيك. شكرا. يطلع ان شاء الله يوم الاحد الساعه بالداعش حجي. الله يبارك فيك. هلا حبيبي. هلا حبيبي حجي. الله يبارك فيك. شكرا الى قناه السومريه. لا لا براحتك. شكرا الى قناه السومريه لتعالج هموم المواطن العراقي وتسعى في كل شيء من اجل خلق واقع افضل للمواطن العراقي. ان شاء الله هذا اللي نتمناه. نقطه الثانيه ميزانيه العراق الدخل القومي العراقي حوالي 200 تريون دينار عراقي. دخل القومي العراقي 200 تريون دينار عراقي. والشر البلية ما يضحك عندنا جيش من العاطلين جيش من تردي الخدمات والبناء والعمار. عندنا حوالي 5 ملايين تحت خط الفقر. تعرف من هذول خط الفقر 3 منهم طلع 4 منهم هم المتقاعدين اللي راتب الحد الأدنى 500. هاي نقطة. النقطة الثانية وشر البلية ما يضحك رغم الدخل القومي الكبير 200 تريون دينار يوجد عجز في الموازنة. تعرف قد عجز في الموازنة؟ 60 مليار دولار عجز في الموازنة. طبعا عجز في الموازنة. طبعا عجز في الموازنة. تعرف قد قاعد يصرفون نثريات على الرئاسات الثلاثة؟ قد تصرف على نثريات الرئاسات الثلاثة حوالي 100 مليار دولار. حوالي 100 مليار قاعد يصرفون على الرئاسات الثلاث حوالي تريون دينار عراقي. تريون دينار عراقي قاعد يصرفون على الرئاسات الثلاثه. زين انت تعالجون العجز سووها 50% من هذا التريون دينار من اجل مواجهه العجز. يوجد حوالي قاعد يصرفون حوالي 20 مليار دولار على مستحقات معتقل رفحه. الغي معتقل رفحه أضيفها إلغاء العجز الموجود في الموازنة. أنا أعتقد الموازنة المفروض اللجنة المالية لتعالج الخلل الموجود في الموازنة خلي تعالج ما هي أسباب العجز في الموازنة. هل تعتقد بأن هذا مجلس النواب واللجنة المالية الرواتب مالهم فلكية؟ المفروض يقولون يابا من أجل معالجة العجز من أجل معالجة وبناء النقص الموجود لدى المتقاعدين نقص بدل ما يكون 7 ملايين خلي يسوي
3 ملايين دينار عراقي. يعني من يقبل ينزل راتبه يا استاذ؟ يعني هم هذول اللجنه ما يطرقون الى رواتبهم، ما يطرقون امتيازاتهم، وانما يعالجون العجز شنو؟ تقليل نفقات الاستثمار الموجود داخل الدخل القومي العراقي. انا اعتقد بان اللجنه الماليه لجنه هي جزء من تردي الخدمات، جزء من عدم معالجه العجز الموجود داخل الموازنه. وشكرا. شكرا لك، شكرا لك، الله يسعدك. السلام عليكم. الله يبارك فيك. شلون صحتك؟ مبارك والله الحمد لله. بس عندي موضوع عن المرور. المرور ايش بيه؟ على الغرامات مال السيارات. ايه ابني طلعت عليه غرامه. ايش قد غرامه طلعت عليه؟ غرامه طلعت عليه مليون، وسيارته تعبانه. زين؟ زين. لا وصل، لا هاي كل شيء ما نعطينا وياها. راح يدق حاسبه تطلع عليه غرامه مليون. ماكو وصولات؟ ماكو وصولات. ها؟ ماكو وصولات. على الماشي ياخذون رقم السياره وتروح للغرامه، وما يدري بيها. زين على اي اساس؟ ما يدري بالغرامه ايش قد عليه؟ زين بيا منطقه انت؟ بغداد؟ بالحسينيه. بالحسينيه. مرور مال الحسينيه. مرور مال الحسينيه. اي والله. اللي اطلبه من عندك بس أي. اكتب لي رقم تليفونك لان اكو بها توجيه هذا الامر. للمعلومه مشاهدينا الكرام، برنامج ناس وناس عبر شاشه السومريه واذاعه سومر اف ام، هذا البرنامج اصبح من البرامج اللي مرصوده عند رئاسه الوزراء. الحمد لله وشكر، هذه مهنيتنا ومصداقيتنا ويا مواطنينا. ايضا ما عندنا عداء ويا اي شخصيه سياسيه ولا اي مؤسسه حكوميه، الحمد لله وشكر. مصداقيتنا ونزاهتنا وشفافيتنا بنقل هذه المشاكل، الحمد لله وشكر. اصبح برنامج ناس وناس تحت رصد رئاسه الوزراء، الحمد لله وشكر. فاكو توجيه، اعطينا رقم تليفونك اذا ممكن. اسمه هو ضياء محمد مجيد، هو من اكتب لي رقم تليفونك، خلي لي من المصور بس اكتب لي رقم تليفونك واسم حضرتك واكتب لي جواب مشكله المرور غرامات مرور. يا ممنون. تسلم حبيبي. شلونك حبيبي؟ شلونك؟ الله يخليك. الله يحفظك. عندي مقطع اغنيه اريد اوصله، هو على المرور وعلى التقاطعات. يلا اسمع. يلا منغير جو. المرور انطيته قاعد قاعدة بالبيت وقف اعمالهم، المرور انطيته قاعد قاعدة بالبيت وقف اعمالهم من الشوارع، واطفال العراق تنظم السير لان كسبوا الخبرة من التقاطع. يا يا بي يا بي يا بي يا ابويا. شكرا لك. شكرا. شلون شباب؟ شلون الاخوان؟ بس نشوف شلونك حبيبي اياد؟ شلون اخبارك؟ شلونك عيني؟ الله احنا بخير وانتم بخير. شلونك؟ هلا اخبارك؟ هلا اخويا. هلا استاذ علي. مشاكل كبيره. المشاكل مشكله المتقاعدين بعدها نفسها ما صارت مو المتقاعدين. انا دا احكي وزاره الدفاع والفساد الفساد المستشفى العراق كله. على وزاره الدفاع حضرتك. انتهت كل المناشدات واتحديت الكل وما حد قدر يجاوب. ليش؟ لأن الفساد مستشرب العراق. لذلك اليوم أريد أناشي السيد السيستاني. السيد السيستاني بسنة 2014 سقط ثلث العراق، صدر فتوى كل الشرفاء بالعراق ما بيها سني شيعي كردي عربي مسيحي صابي كلهم هبوا لإنقاذ ثلث العراق. هسه نترجى يصدر فتوى للقضاء على الفساد، لأن هسه العراق قلت لك ب 2014 ساقط ثلث العراق، هسه العراق كله ساقط بيد الفاسدين ومتدمر. اريد يصدر فتوى لمساعده الحكومه على مود يهبون الشرفاء مثل ما هبوا ب 2014. يعني انا كنت بشركه احدى شركات وزاره الصناعه. حقيقه يعني قدمت نقل الى وزاره الصحه، اعتقد من سبب فرق الراتب، وهذا حق مشروع يعني. نعم انا خريج كليه ومتعين بشهادتي الجامعيه وعندي خدمه وظيفيه ودرجه ثانيه كنت في حينها يعني مدير اقدم، لكنهم شفت انه اقراني في غير وزارات ياخذون فرق بالراتب. انا من حقي كموظف لا اقدم خدمه، من حقي انه اعيش حالي حال بقيه الموظفين، ولهذا من تحولت الى وزاره الصحه كان عندي فرق من الراتب كمخصصات. احنا اليوم المشكله مو بسلم الرواتب، تعقيبا على كلام اخ مصطفى، هو سلم الراتب موحد استاذ مصطفى استاذ علي، موحد كل وزارات الدوله، فالفروقات هي بين فروقات بالمخصصات.
مخصصات وغلاء معيشه وساعات اضافيه، هاي اللي تفرق بين وزاره ووزاره. يعني هو المهندس اللي يداوم بالصناعه واللي يداوم بالنفط ومثلا 50% ياخذ مخصصات هندسيه، هذا ثابته. مثلا المهندس الزراعي ياخذ 35% في كل وزاره، هاي ثابته. بقيه التخصيصات موجوده لكنه محرومه من عند بعض الوزارات، فاحنا نتفق على هاي الصيغه انه تكون كل المخصصات موحده في كل الوزارات، هذا جانب. جانب انه المتقاعدين حقيقه يعني لحد الان هنالك توصيه مرفوعه من هيئه التقاعد بزياده الرواتب، احنا حقيقه مو موضوع زياده ثابته، استاذ علي احنا عندنا مشكله. الماده 36 تقول انه عندما يكون هنالك ارتفاع في اسعار الاسواق المحليه فيكون هنالك بالمقابل اكو زياده كغلاء معيشه لكل المتقاعدين. اليوم اذا كان هنالك استقرار في سعر صرف الدولار ويعود الى سابق عهده، يعود الى سابق عهده ب 115 110، اعتقد انه احنا مو في غنى عن الزياده، لكنه احنا لانه وضع الدولار ما مستقر اذا نحن نطالب بفرق السعر للدولار. أنا شكرا جزيلا. الله يسلمك. عليكم. عليكم السلام. شلونك حبيبي؟ شلون مبارك؟ شوي تقرب علينا هنا بلازم. شلون الامور؟ الله يبارك فيك حبك الله. شنو مشكلتك؟ مشكلتي والله تشتغل انا اشتغل بالعصائر بالشورجه، عصائر طبيعيه. تشتغل؟ عصائر طبيعيه. عصائر طبيعيه نعم. وشويه الظروف هي تعبانه هالفتره هاي. بس احنا نرجع ونقول كواقع وكحقيقه يعني هاي الدوله احسن من السابقات اللي فاتت. كشنو؟ كاعمار. كاعمار. كتبليط يعني سوت امور يعني من يعني لا بأس تقدر تقول لا بأس يعني تجيبها من زمن المالك العبادي ما حد شال الصبات وها هي هسه صدريه من 2003 ما مبلطه تبلطت هذاك اليوم اما ابو نعاس اللي متروك اما جاي يفتحون شغلات اما الطرق على دياله اكو هاي الامور بينما الفقر نفسيته ماكو اي تغيير عطالة نفسيتها هذا الشيء ما بي تغيير ها ويوعدون ونسوي وراح نوظف ماكو نتيجه انت مو توعد قل لي العفو اسف على مقاطعتك تشتغل بالشورجه تبيع عصير اي انت شو مخلص دراسه انا مخلص ثالث متوسط وماكو لا ماكو تغيير اي يعني لازم طيب. فلوس احكي لك واقع لا طبعا هو يعني يريدوك شده ونص تعال تعين منتسب شده ونص عينك إيه؟ منتسب هذا يعني... واقع هذا واقع حاله الكل يعرفه هم او احنا او كشعب كلنا نعرفه شده يعني... ونص تعين تعين 15000 دولار اي هاي تعين وش قد ايش وقت تلحق ني انت لو عندك ايش مبلغ تاخذ لك سياره وتشتغل بيها حتى المرور مو اي ايش تسوي هي هذا واقع يا ابن عم بلوى تعبنا الشعب احنا تقصرنا نحكي زين اي البسطيه مالتك مال عصير بتكفي سد احتياجاتك اليوميه والله ما سد شت لحق اجار 250 زين مولد 50 هاي 300 زين انت مصرف يراد لك قش يوميه 10 هذا نقول اقل شيء هاي 300 هاي 600000 زين انت منين تجيبها بسطية يوم اكو يوم ماكو محاربة الشارع محاربة يعني شغل الشارع ما يراد لان ياهل يجي اطلع يا ولد لا توقف هنا يا ولد ما تحير وين تروح تشتغل الله يكون بالعون الله يسلمك الله يكون بالعون الله يخليك الله يكون بالعون شكرا جزيلا وان شاء الله يتحسن الحال الله يساعدك عياد شلونك شلونك حبيبي استاذ علي شلونك يبارك فيك شلونك تقرب علينا طبعا هذا رقم تليفونك حضر اي والله تمام بس اكتب لي مشكله المرور بلا زحمة عليك حتى لا يتخربطوا عندي الارقام شلونك عين استاذ علي شلون صحه الله يبارك الله يخليك طبعا اولا تحياتي لك صباح الخير علينا وعلى قناتكم الجميله السباقه للحدث قناه السوبريه ولك مقدم برنامج ولا الاخ سجاد طبعا عندي نداء استغاثه ومناشده الى رئيس الوزراء محمد الشائع السوداني والى الامانه العامه والى رئاسه الوزراء واللي هو العدد التكميلي تم الغاءه يعني تفاجئنا على اساس انه جمعت الرصافه خلاص وال703 703 تم 703 اخر شيء احنا عرفنا نعقد وياهم اللي صار واستلام الماستر يعني مشروعهم وكتبهم رسميه والعقد والماستر يعني دستوري ما بي اي يعني دستوري وبي تخصيص مالي فتفاجأنا يعني بالغاء العقود والغاء يعني كافه الحقوق يعني هسه لغت ال703 كانما ما متعينين هسه راح تعينهم يعني هم عندهم حقوق يعني موافقات دستوريه من الامانه رئاسه الوزراء تخصيص مالي موجود قلت لك تعاقدوا على اسس دستوريه يعني طيب شلون وافقوا عليهم بالماستر
شلون وافقوا عليهم بالبداية؟ إيه هو احنا نريد ليش اكو غلط، يعني اكو لغط او اخطاء بالكتب او سوء فهم، يعني بالامانة تم رفض كتابهم والغاهم. احنا من خلال قناتكم الناشد رئيس الوزراء والامانة العامة نقول له يا سيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، انت نصفتنا ونصفت الاعداد كلها ونصفت هذا الشريحة، وافقتوا عليهم وعدهم اسس يعني قانونية، نعم، وتعاقدوا على اسسهم قانونية، يعني كل شيء قانوني وموافقات وعدهم تخصيص مالي، ليش يرفضون؟ يعني اذا اكو هناك يعني طالب اكو لغط ويعني بالموضوع او اخطاء بالكتب الرسميه، احنا نطالب من خلال قناتكم ومناشده بانصاف هذه الشريحه وارجاع الحقوق كافه لهم. ان شاء الله. وانا اشكرك. نعم، شكرا لك يا حبيبي. شلونك انت، اخبارك؟ انا من محاضرين مجانين 2022 محافظه الديوانيه احمد البديري. احنا محاضرين ملاحق مال التربيه اجمعين كلها موافقين عليها. زين انت، احنا صار لنا تقريبا بالسنتين والأكو 4 سنوات جاي يداومون مجاني يداومون، يعني انت احسان العوادي ليش واقف ضد الملاحق؟ ناس خلت تسترزق على باب الله، تسترزق يعني لا شغل لا عمل. انت مكان ما تودي المشتقات النفطيه توديها لبنان وتوديها للاردن وتوديها للدول العربيه، هاي الناس باوع لهاي ابنائك، ليش درسوا؟ انت ليش ما من البدايه وقلت اغلقوا الجامعات؟ حتى لو تدرس وتتعب باكر عقبه ما كتعين، حتى وادم شوف طريقه، شوف طريقه. يعني انا هسه ليش انا مثلا قضيت عمري عمري 27 سنه تخرجت انا بال21 وداومنا صار لنا سنه ونص نداوم مجاني، ولكن 2019 داومون. يعني انت لحد الخميس البارحه قمعوا خطيه جماعتنا، القمع والسجون والاعتقالات والكسر موبايلاتهم خطيه. يعني حتى لو تريد ادز لك المقاطع ادز لك اياها تنشرها عادي، ما عاد ايش كان. ان شاء الله ان شاء الله وصل هذا. ان شاء الله. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يسعدك. شنو قلت لي مناشدتك؟ العفو، مشكلتك تعال يمين، ها شنو مشكلتك؟ السلام عليكم. شلونكم؟ انا اشكر الاذاعه السومريه وتحيه خاصه كل اذاعه شريفه وطيبه ومجاهده. مناشدتها على ضحايا الارهاب، عندي شهيد ضحايا الارهاب، كل ما اراجع دائره التقاعد الكوت، يعني والمؤسسة أروح للمؤسسة يقول لك هاي دائرة واحد وهاي دائرة واحد، يعني هي ليش مو هي دائرة واحدة؟ لا، مؤسسة الشهداء تختلف عن مؤسسة الهيئة التقاعد. أنا وياك. حلو أستاذ علي، حلو. زين إحنا ليش أكو هسه أكو جاي يجي نقل البدلي، جاي يجي رواتب المتراكمة. بس اكتب لي عليها مشكلة المرور أستاذ. أي هسه أستاذ علي، جاي يجي نقل البدلي، جاي يجي رواتب المتراكمة، ما جاي نشوف، يعني ما جاي يطون حقوق الارهاب، ما جاي يطونه، يعني مو ضحى وجاهد. يعني انت عندك المشكله بمؤسسه الشهداء. أيوة اللي بيكون. اي والله عندك هناك مشكله. أيوة ما جاي تعاوننا، يعني جاي تحولنا على نبض، يعطي نبض روتين، يعني تعطينا. صار لك ايش قد انت بالمعامله؟ والله صار لنا من 2009 القرار. اي ها احنا استلمنا حقوق، استلمنا قاع، بس شنو الرواتب المتراكمه ما جاي يطوها. جاي المتراكمه. اي جاي حولنا استاذ علي على غير شيء، يعني يابا نجي نراجع بنان يوم تعالوا، يعني هذا الروتين ماشي. يعني أنا أناشد المدير رئيس وزراء مدير عبد الله مدير بدون ذكر اسماء، احنا ان شاء الله نتواصل وياهم. اي والله استاذ علي، انا يعني هل ما جاي، يعني جاي يصير فيها خبن هو. الله يكرم عنك، بس اكتب لي رقم تليفونك خلي لي اياه مسجل برازح عليك. الله يساعدك. شلونك؟ شلون اخبارك؟ شلون وضعك؟ على الله. الله يبارك فيك. الله يهديك. تشتغل شنو قاعد؟ والله اشتغل عمالة. عمالة تشتغل؟ اي والله. الله يكون بالعون. والله وديه. وين بها منطقة؟ منطقة الانتصار مال الحسينية. شلون شغل العمالة؟ طبعا هي العمالة غيم. من اصعب المهن، تعال شوف. غيم. انا متزوج عندي 2 بنات. وقضي. لا راتب رعاية لا شيء. والله كل شيء ماكو. ايجار؟ لا والله ويا اهلي قاعد. اي والله. الان جماعتي كلهم متعينوا على الحشد. عطوا فلوس تعينوا. عطوا فلوس تعينوا. الله شاهد يعني. عطوا الناس عينوهم على الحشد. فأنا ظليت أدق طوس. شيلك الصراحة يعني. جماعتي شغلون وياي عمالة عينوا ذولاكم بالحشد. عطوا الناس جماعة فلوس عينوهم. فأنا ظليت، أنا لو عندي كان عطيت، أحشيلك الصدق، غير عطيت كان تعينت، بس ما عندي منين عطيت. إن شاء الله إن شاء الله يسمع صوتك. اترك لي رقم تليفونك، اكتب لي رقم تليفونك، خلي لي يا من المصور بلا زحمة عليك. هذه المشاكل وهذه المناشدات، مناشدات كثيرة والمشاكل أكثر.
نتمنى من الجهات الحكومية الاستجابة لهذه المشاكل وحلها في مختلف القطاعات اللي تحدثوا بها المواطنين. مشاهدي الكرام، إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، ألتقيكم بحلقات أخرى على حب الله والوطن. في أمان الله.